يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل غني عاش حياة غير مستقيمة ومات بسبب مرض الإيدز. يقول وقبل موته وكل رجلا ليتصدق بجميع أمواله لأن الورثة أغنياء، ورأى الحاجة إلى أن يقوم بكفارة عن معاصي وأن ذلك أعظم من حاجة الورثة إلى ماله. سؤاله: هل يجوز للوكيل الآن أن ينفذ هذه الوصية فيتصدق؟ لا، المال ما هو له إذا نزل به الموت، بل إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه، والمال ليس له، سينتقل إلى الورثة، فليس له تصرف إلا في الثلث. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في الثلث فما دون فقط، والمال للورثة ما هو له. نعم.